على مدى العصور كان الإنسان يقوم بتحسين الأسلحة المتعددة حتى توصل إلى أخبث أنواعها كالأسلحة النووية، لكن نوعا جديدا للأسلحة يثير نقاشا واسعا في الآونة الأخيرة وربما يعد الأخطر من سابقاته، وهو سلاح المناخ. الأعاصير والتسونامي والزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث التي داهمت البشرية في السنوات الأخيرة بكثرة نسميها طبيعية، لكن عددها غير المسبوق وأسبابها غير الواضحة للعلماء دفع البعض للحديث عن آثار اختبار ما يسمونه بالسلاح المناخي أو الجيوفيزيائي المتمثل بالتأثير على الحقل المغناطيسي للأرض وعلى غلافها الأيوني. عام 1980 قدم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية للرئيس ريغان تقريرا حول كوارث طبيعية هائلة سيشهدها العالم بداية القرن 21، وضم التقرير أسماء الأراضي التي ستتعرض للكوارث. نعرف أن الخبراء في مجمع هارب الأمريكي يستطيعون تسخين الغلاف الإيوني حتى حالة البلازما لتكوين ما يسمى بالعدسات الضخمة التي يمكنها تغيير المناخ وافتعال الجفاف أو البرد أو الأمطار الغزيرة. الأمريكيون بدأوا تصميم هذه الأسلحة في ستينيات القرن الماضي، وخلال حرب فيتنام استخدموا مادة يوديد الفضة لأحداث أمطار استوائية تخرب الطرق التي يستخدمها الفيتناميون. ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 77 حظرت استخدام السلاح المناخي ووسائل التأثير على البيئة، لكن البحوث في هذا المجال تواصلت في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وقد بني في سبعينيات القرن العشرين في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية مجمع الصراع الراديوي. في فصل الشتاء تستغرق الطريق إلى هذا المكان 7 ساعات من أقرب مدينة، لكن رؤية المكان تستحق ذلك، فإن هذا هو حقل الهوائيات، وهو عبارة عن جهاز ضخم يستطيع تسخين طبقة الغلاف الجوي العليا للأرض أو يونسفير. هذا المجمع النائي لا يزال يعمل 100 ساعة في السنة فقط لنقص التمويل، ولكن الأجهزة هنا تعمل بشكل جيد. بعض المعلومات السرية يتم توزيعها عبر قنوات خاصة في الغلاف الأيوني، وبواسطة التأثير على اليونوسفير يستطيع الإنسان التحكم بموجات الراديو وصنع عوائق تمنع توزيع هذه المعلومات. بدورهم أطلق الأمريكيون في التسعينيات مجمع هارب في ولاية ألاسكا، وذلك لتحسين الاتصال بالغواصات ودراسة ظاهرة الشفق القطبي وتطوير أنظمة الدرع الصاروخية. مجمع يعد أكبر مختبر راديوفيزيائي في العالم يضم آلاف الهوائيات والأجهزة. هذا المشروع كثيرا ما اتهم بأنه جزء من السلاح المناخي الأمريكي. المشككون يرفضون فكرة إحداث الكوارث الطبيعية، لكن صنع الشفق القطبي أصبح ممكنا في مجمع هارب. قدرة الإنسان على صنع الشفق القطبي أمر خطير للغاية، لأن ظهوره يدل على أن الذرات الإشعاعية وصلت إلى طبقات منخفضة من الأرض، وهذا قد يكون مضرا لرواد الفضاء والطيارين. مجمع الصورا في روسيا أو محطة هارب في ولاية ألاسكا الأمريكية مركزان علميان كما يتم تقديمهما، لكن الجدل يحتدم دائما حول طبيعة الأبحاث السرية خلف جدرانهما كلما أصيب بلد بكارثة مدمرة غير واضحة الأسباب. ليانا جيمون، روسيا اليوم، مقاطعة نيجني نوفغورود.